هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل طلاب برايمري 4 مكملين مع بعض منهج كونكت المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي. وصلت معاكم ليونت 4 ليسن 6 اخر درس النهارده في الوحده الرابعه. تعالوا نشوف درسنا النهارده، هو درس صغير خالص. هنشوف الدرس دوت عن ستوري صغيره كده خالص. هنشوف ايه هو، تعالوا كده نشوف. بصوا اول حاجة احنا في بيج نسمي الله كده، احنا في بيج 222 في كتاب المعاصر، وكلمات درسنا هي مش احنا قلنا work يعمل، طيب هزود عليها er worker. worker يبقى العامل نفسه، البيرسون الشخص نفسه يا ولاد. worker worker عامل، near بالقرب من، near بالقرب من. every week كل اسبوع، week معناها اسبوع و every معناها كل. طيب وكلمة check، check يتحقق يفحص يتأكد من حاجة، تمام check. طب كلمة kind، kind معناها طيب، لما اوصف شخص انه طيب او عطوف kind kind. كلمة fresh طازج، حاجة طازة، والاس اتش حرف ش ش صوتها كده خلاص. طيب بيقول لي هنا the people الناس who help us، هو هنا اسم موصول معناهم الذين، الناس اللي بيساعدونا. the supermarket worker يعني من ضمن الناس اللي بيساعدونا، في طبعا جوبس كتيره بتساعدنا، في وظائف كتيره قوي قوي واشخاص بيشتغلوا فيها وبيساعدونا، زي الدكتورز زي النيرسز الدكاتره الاطباء الممرضين، البوليس اوفيسر ضابط اللي هو ساعي البريد، بوليس مان ضابط الشرطه، في كتيره قوي 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 وظائف بيفيدونا وبيساعدونا، من ضمنهم السوبر ماركت وركر عامل السوبر ماركت. تعالوا نشوف كده الستوري بتاعتنا الصغيره عن ايه. اول حاجه قبل ما اقرا الستوري انا هعرفكم بالكلمه ديت، الكلمه دي اسمها this، التي اتش بتتنطق كانها حرف الزا، زا صوت حرف الزين، والكلمه ديت يا اولاد هي اسم اشاره. انتوا اكيد خدتوه في العربي، هي this معناها اسم اشاره، معناه هذا او هذه. this اسم اشارة معناه هذا او هذه، هو اسم اشارة للمفرد. this اسم اشارة للمفرد يا ولاد، و this لازم لازم بيجي معاها is، لازم اول ما اقول this اقول على طول معاها is. بصوا كده اهي this مرتبطة بإذا على طول، this معاها إذا على طول، معناها هذا يكون أو هذه تكون. تعالوا بقى نقرأ الستوري كده. this is هذه تكون ماجي، يعني دي بنت اسمها ماجي. تعالوا أوريكم صورتها من هنا كده، أهي البنت دي اسمها ماجي، تمام أهي، وصورتها اهي في كتاب المعاصر. طيب she works اهي، بصوا work يعمل، حطينا الاس ليه؟ خلاص بقى علشان عرفنا بعد هي وشي وات بيجي بعدهم الفعل فيه حرف الاس، تمام يا ولاد. طيب بعد كده she works هي تعمل، she works هي تعمل at the supermarket في سوبر ماركت، في محل بقالة، near my house بالقرب من بيتي، my family عيلتي، and I وأنا، see her بنشوفها، every week كل أسبوع، when إمتى عندما، عندما when هنا معناها عندما، we إحنا، buy بنشتري food عندما نشتري الطعام خلاص. وين لما بتيجي في الجملة بيكون معناها عندما، بتغير معناها. طيب ماجي، ماجي checks بتفحص the food
is fresh. ماجي على طول بتتحقق وهي في السوبر ماركت ان الطعام ده طازة. She helps us، هي بتساعدنا. When، عندما. We can't find something، لما بنكون بندور على حاجة ومش لاقيينها هي بتساعدنا. تمام، عندما احنا لا نستطيع ان نجد شيء ما. She is very kind and happy، هي طيبة جدا وفي نفس الوقت هي مسرورة وسعيدة. تمام، طيب هو هنا اتكلمنا عن بنت اسمها ماجي وعرفنا وظيفة جديدة اللي هي السوبر ماركت وركر، عامل السوبر ماركت. تمام، احنا كده خلصنا يونت 4 كلها. الفيديو ده صغير، ذاكروا بقى وعيدوا تاني على الكلمات واسمعوا الحلقات دي علشان المرة الجاية ان شاء الله هتبقى مراجعة قوية جدا، هنحل كل الاسئلة اللي على يونت 4 كلها من كتاب المعاصر ومن كراسة الانتر اكتف نوت بوك. استنوني في الحلقة، حلقة المراجعة. باي باي.